الشخص هذا بغيت نترحم عليه وبغيت حتى جميع الاصدقاء اللي كيتابوناو معنا انهم يترحموا عليه في هذا النهار. هذا السيد هذا مسكين كان تخدم في واحد المكان اللي هو اخطر مكان كاين في, في في على ظهر المركب, وهو الناس ديال الحراره غيعرفوا هذا البوست ديالو مول الخراس عنده الخدمه خطيره شويه. في حاله ما اذا الله يرزق السلامه حط يده على شي حبال او رجليه على شي حبل تيديه للبحر. وغادي تشوفوا معنا المكان اللي تيخدم فيه هذا السيد هذا. المهم هذا السيد كتب عليه الكتاب وجرته واحد الفرصه ولاحته لقاع البحر واضطرينا باش نكملوا الكاله كما كيقولوا الناس في البحاره, باش هزينا السيد وسط من الشبكه صويرة. كانت هذيك الساعة المراكب كيصيدوا على الأنشوبة. المهم الإخوان كنتمنى من الإخوان المشاهدين الكرام أنهم هذا هو المكان اللي كان خدام فيه هذاك المرحوم. المهم اللي بغيت نوريكم الإخوان هو أنه هاد الحبال هادو إلا مشى تخرج شي واحد من هادو مثلا, غنفسر لكم مثلا, إلا خرج شي واحد من هادو وطع لي بحال هكا وطع لي بحال هكا كيمشي حتى للقاع بحال هكا. الى مشى توطى عليه كيدير القاع وكيضطر السيد باش يكافح باش يطلع. لهذا هذا السيد هذا الشيء اللي وقع ليه, جر لي حبل من هنا كان ناعس, ومن اللي ناض سمع باننا غادي نرخيو الشبكه, سمع لي صوت كما كنقولوا حنا, جا بغى يرمي هاد الخراس, حط رجليه على هاد الحبال كما قلت لكم وداوه للقاع. كما قلت لكم هاد السيد هذا الله يرحمه توفى, وهاد السيد هذا تعلمت منه شي حوايج, لان هاد الدومين ديال الصيد البحري يقدر بحري عادي يقدر يوري مثلا يوري الخليفه يوري الرئيس يوري شي حوايج اللي هما داخلين في تقنيات الصيد. واحد القاعده كتقول ليس من الممكن ان نصطاد اي شيء ولكن من الممكن ان نطور تقنيات الصيد. هذه قاعده كيتعلمها الانسان ملي كيكون كيقرا في مراكز التكوين المهني البحري بالتدرج, قاعده معروفه هذه. لهذا هذا السيد هذا تعلمنا منه شي حوايج, صراحه انا شخصيا تعلمت منه شي حوايج كيفيدوني في الدومين ديال الصيد البحري. اللهم بارك وتفضلي.
الكره من الجو.